مشاهدينا أهلا بكم، هنستعرض لحضرتكم تفاصيل أسعار الذهب والدولار عالميا ومحليا، حيث تشهد مفاجآت إذا هبط بشكل كبير. هبط الدولار على المستوى العالمي بشكل قوي حتى وصل إلى مستويات متدنية لأول مرة منذ 6 أشهر وفقا لمؤشر الدولار الرئيسي دي أكس واي، والذي يقيس العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية. وقد شهد الدولار تراجعا بحسب المؤشر أمام باقي العملات ليسجل 103.62 نقطة بعدما كان فوق 4 نقاط أمس، فيما تخطى 114 نقطة في سبتمبر الماضي بحسب جريدة وول ستريت. وسجلت عقود مؤشر الدولار الفورية 103.62 نقطة بتراجع قدره 0.36 دولارا وبنسبة 35%، فيما سجلت عند مستوى افتتاح التعاملات 104.7، فيما وصلت إلى أدنى نقطة خلال التعاملات عند 103.45 نقطة. يذكر أن مؤشر الدولار تراجع بقوة من 114 نقطة على خلفية تصريحات جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والذي أشار إلى إبطاء وتيرة رفع الفائدة، منوها بأن الشهر الحالي قد يشهد رفع الفائدة ب 50 نقطة وليس 75 نقطة أساس. وسجل مؤشر الدولار الأمريكي هبوطا قاسيا منذ صدور بيانات إيجابية مقابل سلة من العملات الأجنبية، كما انخفض التضخم في الولايات المتحدة في نوفمبر إلى 7.1% ليخالف التوقعات السابقة ب 7.3% منخفضا من 7.7% في شهر أكتوبر. وقد شهدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية ضربة قوية إذا تراجعت عوائد سندات الخزانة أجل 10 سنوات ب 4.45% عقب البيانات، فيما هبطت عوائد سندات الخزانة أجل سنتين ب 5.62%. وعلى المستوى المحلي سجل سعر الدولار ثباتا مقابل الجنيه اليومي في معظم البنوك العاملة بمصر. وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 24.63 جنيه للشراء و 24.71 جنيه للبيع، كما سجل الدولار في بنكي الأهلي ومصر 24.61 جنيه للشراء و 24.66 جنيه للبيع. أما أسعار الذهب فقد تراجعت عن المستوى العالمي لتسجل سعر الأوقية التي تزن حوالي 31.1 جرام اليوم 1810 دولارات، وذلك بعد أن سجلت العقود الفورية العالمية للذهب قفزة كبيرة الأيام الماضية. وعلى المستوى المحلي استمرت أسعار الذهب في التراجع بشكل كبير بعد موجة هبوط خلال الأيام الماضية مقارنة بالأسبوع الماضي، بعدما سجلت أعلى مستوى لها يوم الاثنين 5 ديسمبر الحالي. وجاء متوسط سعر الذهب اليوم في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي: سجل سعر جرام الذهب عيار 24.971 جنيها، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21.675 جنيها للبيع و 1725 جنيها للشراء، وسجل سعر جرام عيار 18.479 جنيها، وسجل سعر جرام عيار 14.150 جنيها، بما بلغ سعر جنيه الذهب عيار 23.13800 جنيها، وبلغ سعر الأوقية عيار 24.808 دولارات. وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب واختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر. وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن 31.1 جرام كوحدة لوزن الحلى وسبائك الذهب. وبكده تكون انتهت تخطيطنا. بشكر حضراتكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.